Comme le dit un adage bien connu de tous, chose promise, chose due. أعزائي الشباب، كما يقول المثل المشهور، الشيء الموعود هو شيء مستحق. نعم أيها الشباب الأعزاء، الرهان الذي وضعناه بأنفسنا في حفل ختام المنتدى الوطني الشامل قد تحقق. نجتمع اليوم في هذا المكان مع الشباب القادمين من مختلف المناطق من داخل البلاد وشباب المهجر، وذلك في جو تسوده الأخوة وروح المواطنة والوطنية. لا أستطيع في هذه اللحظات المحددة إخفاء الحماس التي تحفزني بحضور هذا التجمع التاريخي للشباب التشادي من خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، من خلال هذه التعبئة التي لم يسبق لها مثيل والحماس الملحوظة. أظهر الشباب التشادي التزامهم بكونهم مركز أعمال والمحرك الأساسي للجمهورية الجديدة. وأود أيضا أن أهني وأحيي بحرارة الشباب الذين اتخذوا الخيار الشجاع للعب الأدوار القيادية في بلادنا وتتبع المسارات السليمة لمستقبلهم. سيداتي سادتي، إن الشباب بسبب وزنهم الديمقراطي وخاصة إمكانياتهم الإنتاجية، فإن هذا يجسد بلا شك أمل التشاد الجديد الذي يتخذ خطواته الأولى. سيتم دعم الجمهورية الرابعة من قبل الشباب والنساء الذين هم القوى المحركة للتقدم والتنمية. وفي هذا الصدد يجب على الأمة بأكملها أن تستثمر من أجل منح هذه الأيادي القوية للأمة الوسائل اللازمة لتمكينها من الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها. من الصواب تماما أن يكون أول منتدى رائد لحكومة الجمهورية الرابعة هو عقد هذا المنتدى الوطني للشباب. إن تنظيم هذا الاجتماع الهام للغاية لمستقبل الشباب ومستقبل تشاد هو جزء من هذا التوجه الشامل لتمكين الشباب ومنحهم الموارد التي يحتاجونها لعملهم الحالي والمستقبلي. صحيح أن الحكومة ظلت ملتزمة على مدى سنوات عديدة بحيوية الشباب، كما يتضح من تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج. وفي هذا الإطار أود توضيح بعض الأمور: سياسة التعليم الإلزامي والتعليم الشامل، والهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة التي تأسست من اندماج الصندوق الوطني لتنمية الرياضة والمكتب الوطني للرياضة والصندوق الوطني للشباب، والبرنامج الوطني للمتطوعين الشباب الذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز مواطنة الشباب. السياسات الوطنية للشباب التي يتم تبنيها حاليا، وهي وثيقة توجيه استراتيجية لأعمال الحكومة لصالح الشباب. وفيما يتعلق بالتعليم، من المهم إثارة مسألة المعدل المرتفع للهدر الذي يجب أن يكون مصدر قلق رئيسي. أكثر من 80% من الشباب يتسربون من المدرسة ويغذون تربة اليأس، ومن الواضح أن الشباب يواجهون ويلات هائلة مثل الهجرة الجماعية في المناطق الريفية، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والبطالة والانحراف واستهلاك المخدرات وغيرها من الآفات. وإن ظهور وانتشار ظواهر جديدة مثل الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة الجماعية التي تؤثر بشكل أساسي على الشباب هو تحدي رئيسي آخر لنا اليوم. يتم استقلال العديد من الشباب لأغراض إجرامية وكمرتزقة، ومثل العديد منكم صدمتني الصور المؤلمة والمؤثرة للشباب الذين تم استقلالهم في مناجم الذهب التقليدية. في مواجهة هذه الهمجية اتخذت الحكومة تدابير قوية وحيوية لردع كل أولئك الذين يشاركون في هذا النشاط غير القانوني والخطير. Chers jeunes, lors de ces assises, vous aurez également à relire. أعزائي الشباب، في هذا الملتقى سيتعين عليكم أيضا إعادة قراءة الخطوط الاستراتيجية للوثائق المتعلقة بالسياسة الوطنية للشباب والتشغيل والعمل الطوعي. أحثكم على إثراء هذه الوثائق باقتراحاتكم ومساهماتكم المتعددة. ومن المتوقع بالتالي من هذا المنتدى مقترحات واضحة وبناءة تسمح لنا بتحديد خارطة طريق محكمة ومهمة وذات صلة بالسياسة الوطنية للشباب في عصر الجمهورية الرابعة. وستكون مداولات هذا المنتدى بمثابة الدليل الوحيد الذي سيوجه جميع أعمالنا ومشاريعنا وبرامجنا الرامية إلى تنمية القدرات الإنتاجية للشباب وضمان استغلالهم وضمان نموهم الكامل. أنتم تدركون بسهولة أيها الشباب أن المهمة التي تنتظركم خلال هذه الأيام من التبادل والتفكير هائلة، وإن مسؤوليتكم كبيرة، لأن الملايين من الشباب الذين تمثلونهم يتابعونكم بكل اهتمام. أنتم لستم فقط المتحدثين المستحقين فقط، ولكنكم تجسدون كل آمالهم. كما يقولون في كرة القدم، يجب أن تضعوا بصماتكم على ملابسكم.
شبابنا الأعزاء، كما أن مسألة تعليم المواطنة التي هي ناقل أساسي للتقدم تستحق تحليلها بتعمق خلال هذا الملتقى. ومن المهم في هذا الصدد أن نسجل نقطة شرف على المواطنة الصالحة وحب الوطن التي هي دلالة السلوك المسؤول الاجتماعي والحياة الجمهورية المثالية. إن واجب التربية المدنية هذا يقع على عاتق الأسر التي تشكل الخلايا الأساسية للمجتمع والمدرسة، وهي مكان للتعليم والتنشئة الاجتماعية. أغتنم هذه الفرصة لألفت الانتباه المشترك إلى الأهمية القصوى لهذا الموضوع الذي يجب أن يكون مصدر قلق دائم. يجب على الآباء تعليم أبنائهم فضائل التسامح واحترام الاختلاف في الرأي والنظر، من جهة أخرى من الامتثال للقوانين والقواعد والرموز الوطنية الأخرى. وبالمثل يجب أن نمنح الشباب ذوقا للجهد والتميز والعمل الراقي والجدارة والانضباط، كما أنه من الضروري بالنسبة لنا التفكير في مكان التعليم البدني والرياضي في نظامنا التدريبي. ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نلحق بصورة حتمية في مجال الرياضة الشعبية ورياضات ذات المستويات العليا، وأن المرسوم الذي يقضي بضرورة ممارسة التربية البدنية والرياضية في المدرسة هو جزء من هذه السياسات لتحسين صورة رياضتنا التي هي حاليا في مرحلة حرجة من السبات. في ختام خطابي أود أن أهنئ اللجنة المنظمة التي استثمرت في وقت قصير جدا لمواجهة التحدي المتمثل في المواد اللازمة لتنظيم هذا المنتدى. أتمنى لكم كل النجاح في أعمالكم، كما أعلن عن افتتاح المنتدى الشباب الوطني الأول في تشادة. En vous souhaitant pleine réussite dans vos travaux, je déclare ouvert le premier forum national de la jeunesse tchadienne. Vive la jeunesse, vive le Tchad, je vous remercie.